الميه الحلوه وصناعه الميه المالحه للطحالب، بس كل طبيعه ميه بيبقى لها الانواع بتاعتها اللي بتزدهر فيها وبتعمل مشكله. يعني بنتكلم على الجانب اللي هو فيه مشاكل بالنسبه للطحالب، الجانب اللي هو الحلو هيضيع وقت تاني مش عارف. فبالنسبه مثلا للميه الحلوه، المجموعه اللي بتعمل المشكله دي بيسموها سيانوبكتيريا. سيانوبكتيريا بالمفهوم العام اللي هي الطحالب الخضراء المزرعه، اللي هم بيسموها بالانجليزي بلو جرين الج. سيانوبكتيريا دي المسمى ده عباره عن شقين، سيانو وبكتيريا. سيانو معناها ايه؟ معناها نبات طحالب، يعني معناها كده انها فيها ماده خضراء بتكون بالتمثيل الغذائي، معناها ان هي بتقدر تعمل الغذاء بتاعها، معناها ان هي طحالب لها بتصل سلوك الطحالب او النبات. تمام. الشق الثاني اللي هو بكتيريا، يبقى في الحاله دي انا بتعامل معاها على انها افه، انها بكتيريا هي برام نيجاتيف، بتسبب ضرر، بتعمل فيصلات يعني في ظروف غير مناسبه، بتعمل سيست، فبتعمل لي مشكله وبتضر السمك المهم. ده فرقة بسيطة للبلو جرين. أنا يهمني في الشكل ده نقاط بسيطة اللي هي فيها فاكيوم، الفاكيوم دي بتخليها موجودة على سطح المية، يبقى هي في الحالة دي لما بتزدهر بتطفو على سطح المية وبالتالي هتعمل لي مشكلة. ثاني حاجة المشكلة تاني حاجة اللي هيبقى فيها اللي هو ده طبقة صلبية أو مخاطية، معناها إيه؟ معناها ان هي لما بتبطل بتتجمع وبتلزق في مع بعضيها فبتعمل لي كتل، وعشان كده بيسموه الجي بلوم او التكتل الطحالب كتل. وبالتالي لا في سمكه هتقدر تاكلها ولا ذو كلفن هيقدر ياكلها ولا تقدر تبقى اي مشكله تبقى في الحاله دي هتبقى وصل للمرحله اللي هي الضرر. في كمان حاجه بس دي ممكن تكون ميزه وممكن تكون عيب، احنا لما بنقول صفات الحاجه بقدر اتعامل معاها عشان لما اجي اقاومها اخد نقاط الضعف او الصفات، يعني لما احاول يعني اقاوم حاجه لازم اعرف صفات، يعني مش يقول لك ايه لازمتها ايه، لا لازم اعرف صفات عشان لما اجي اتعامل او اقاوم ابقى عارف اخش له من انهي نقطه ضعف. فالكائنات دي ضعيفه، اضعف الكائنات دي اول مرحله في الطحالب بعد البكتيريا على طول. اللي فيها عباره عن جدارين بس، جدار بكتيني وجدار سيلولوزي. الجدار البكتيني ده جدار هش ضعيف، الجدار السيلولوزي هو الصعب هو الجامد. معظم الطحالب اقل كائن فيه بيبقى عباره عن خمس سبع طبقات من الجدار السيلولوزي اللي هو السيلولوزي، وبالتالي بتبقى هارد. وعشان كده لما السمك بياكله بيبقى بيعمل له اوعيه عسر هضم. دي في حين دي ان السمكه لو كلتها فيها نسبه بروتين عاليه وما بيبقاش عسر هضم وبتبقى سهله، ولكن قبل ما تحصل ليها تكتل، قبل ما تكتر وتزدهر بزياده يحصل لها تكتل. احنا لما نخش نلاقي في تجمعات طحالب بنعرف ان في مشكله في المزرعه، ان في مانجمنت في المزرعه او الاداره في المزرعه مش كويسه مش سويه، يبقى في مشكله. ده او يعني اول ما اخش المزرعه اي مزرعه ولا في تجمعات طحالب اعرف يا اما المزارع رامي علف كتير، سمك تعبان ما بياكلش العلف، وبالتالي حل المعامله زود المغذيات في الميه وزود الطحالب، يا اما الاقي ايه اكيد السمك مجهد، او لو هو بيسمك في الميه الحلوه برضه نسبه السماد زياده، او ربما تكون الكثافات عنده زياده بعد كل او الثلاثه مع بعض. ايه هو الازدهار الضار؟ الازدهار الضار ده عباره عن بيسموها يعني بقعه مرئيه او غير مرئيه. غير مرئيه يعني لا انا ممكن اشوفها ولكن دي لسه ما وصلتش لحاله التجمع التكتل. احنا طبعا هنسرع عشان طبعا الازدهار ده الطحالب دي بالذات ما تجيش كده بسهوله، لا هي طحالب مزاجيه، يعني
الفرن ساكن هادئ، درجة الحرارة مناسبة، بيبقى تقريبا من 20 ل 25. تمام، في مغذيات كتيرة في المية زي النيتروجين والفوسفور، وخاصة الفوسفور. النيتروجين ما بيفرقش معاك، لأن من صفات المجموعة دي إنها بتقوم بتسليم النيتروجين من الغلاف الجوي، وبالتالي لو ما فيش نيتروجين ما بتفرقش معاك. أهم حاجة بالنسبة لها الفوسفور، وبالتالي لو نسمع حاجة اسمها اليوتروفيكيشن بنلاقيها في عادة في وعي الصرف الصحي وفي الصرف الزراعي، بيبقى ده ليه؟ لأن بيبقى الفوسفور زيادة في المنظفات اللي بتبقى مبنية في المية في المجاري أو في غسيل المواعين أو مخلفات المصانع اللي بتكون صرف صحي في المية. بنقابلها برضه في الصرف الزراعي، من الصرف الزراعي برضه بيبقى فيه الأسمدة الفوسفاتية المنتشرة وبتبقى موجودة بزيادة. الكائنات دي بتنمو ازاي؟ يعني من عادة الكائنات دي بيبقى خلايا وحيدة. بتتكاثر، الأعداد بتاعتها بتتكاثر مرة أو مرتين في اليوم. بس هي لو نفس الظروف دي، يعني في هدوء وفي جو حلو وفي الأكل بتاعها والحاجات دي كلها، بتتكاثر بآلاف الملايين الإيه؟ الخلايا في اليوم. وبالتالي بيبقى عندي لو أنا خدت عينة وعديتها بلاقي بوصل بالملايين. بالعكس انا عاده لما باجي بعينه ميه عشان عند طحالب باخد العينه واقعد ارصد فيها واخد مش عارفه 50 مللي من الليف وارجع تاني اخد مللي عشان اعرف اعد اللي فيها والاقي عدد. اما دي انا خدت نقطه كده وحطيتها تحت الميكروسكوب بلاقي ملايين، مش محتاج ان انا اركز واخد لتر واخد ماشي كده. ده دليل واضح اني كثافه الطحالب في اوقات في مزارع دخلناها بتبقى كتل، لدرجه الواحد كان بيتهيأ له ان الواحد لو نزل مشي وقف عليها يقف من كتر الضخامه اللي التكتل بتاع الضخامه. المشكله دي بنلاقيها في المياه البحريه حاجه اسمها ريد تايد، وبنلاقيها في المزارع خاصه اللي بتبقى واخده من البحيرات بتبقى اشد. ليه؟ لان المد عمليه المد بيرميني الطحالب، ومش بتبقى بقى سيرو بكتيريا، بتبقى حاجه اسمها دايما فلاجيلي، وبتبقى اخطر. ليه؟ لانها بتبقى عاده سامه، اللي هي بتبقى بتدي تلوين للميه. وفيها كمان ميزه انها ليها حاجه اسمها فلاجيلا، فالفلاجيلا دي بتبقى عامله زي ما تكون اخلاق او بتعمل كليتنج على السمكه، فبتعملها زي احتكاك وارتكاليا وبتدرس ملاعبها وبتخليها معرضه لايه؟ امراض. طبعا الطحالب دي في منها انواع سامه، في معظمها بتبقى الضرر بتاعها مش على انها سامه، ممكن تكون طحالب عاديه، عشان كده انا بسميها طحالب ضاره ومش سامه. في طحالب اصلا بتبقى سامه زي اللي احنا قلنا دايما في الجيليه اللي هي بتعمل ديد تايم في البحيرات في البحر. اما السيانوبكتيريا هي مش سامه، لكن ممكن تتحول لانها تبقى سامه تحت ظروف معينه، ويمكن العالم كله لسه لحد دلوقتي ما وصلش ايه الظروف اللي بتخليها تفرز سموم. والغريب من كده ان ممكن نفس الكائن نفس السبيشيز زي مثلا المايكروسيست يعمل في نفس المكان او نفس الحوض تجمعات جنب بعضيها مختلفه، وتلاقيها كل مجموعه كل دايره لون مختلف، ممكن واحد احمر واحد برتقالي واحد اصفر واحد اسود واحد ناقطه واحد اخضر فاتح، وكل مجموعه بتفرز نوع معين من السموم مختلف عن اللي جنبيه، اللي هو نفس الكائن نفس السبيسيز ولكن السم بتاعها مختلف. ايه اللي خلاها يرجع نفس الكائن ما يفرزش نفس السم ليه؟ السموم دي هو نفس الكائن نفس المايه نفس الطبيعه نفس كله، ده برضه لسه ان شاء الله تحت. الضرر المباشر بتاع الطحالب دي ان هي اولا لما بتزيد بتعمل لي نقص شديد في الاكسجين وخاصه فترات الليل، هو ده كله بتعمل لي زياده في الاكسجين وقت الظهيره، يبقى عندي مشكلتين، ان الاكسجين في وقت الظهيره عالي جدا وبالليل ممكن يوصل للصفر او اقل او قريب من الصفر بس فترات طويله. وبالتالي لما احنا بنقول يا جماعه شغلوا التهويه دايما كانت عاده المزارعين الشابه تقول لك اهم حاجه الفتره
لان زياده الاكسجين ضرر، زياده الاكسجين ضرر، لان بيعمل لي اجهاد وبيعمل لي امراض اسمها جاز فاكيو، فبتجي الغاز على القيشان السمكه فبتبتدي تقلل مناعتها، وبالتالي بعد كده تصير بقى الامراض، ويجي المزاله اقول لك السمك عيان مريض بيموت، فيروح يجيب لي طبيب البيطري وهو ما بيعالجش المشكله من الاساس. ده شكل التجمعات يعني. ده كان نوع اسمه الانابينا. ده كده تحت الميكروسكوب، يعني ده نقطه مش مركزان، يعني شوف كده نفس الكائن، هو سبيشيز مختلف 3 4 انواع بس من نفس الكائن اللي هو الانابينا. ده دكتوره مياه حادقه برضه؟ ده ميه، ميه عذبه. ميه عذبه لان احنا ما بنشوفش الكلام ده عندنا يعني. نعم؟ ما بنشوفوش في مزارعنا، ده مياه عذبه بس. لا، وفي الميه المالحه بقول لحضرتك دي بالعكس، دي بقى اكثر تفاقم في الميه المالحه. ليه؟ لان دي الكائنات اللي بتصيد في الميه المالحه بتبقى جايه من البحر، بتبقى كائنات سامه اصلا بطبيعتها السامه اللي هي دايما فاجيتيت، فوق ده كله بيبقى ليها حاجه كده اتنين فلاجيل هنشوفها ان شاء الله، فبتبقى عامله كانها مخالب او يعني تليت بتعمل تليت بتقعس على السمكه بتعمل على الكاشين، وبيبقى ضرر على شكل. عشان كده من فوق لما بيحصل كبير اللي هو من فوق يعني لما بيحصل المشكله دي في المزارع البحريه بتبقى اشد، وخسارات الكلام ده كله بيحصل مره واحده. ان شاء الله هيبقى في حوار بعدين ان شاء الله. ان شاء الله يا جماعه فيك اي اسئله بعد ما تخلص عندنا ساعه كامله مناقشه على نفسه وبيحافظ على حياته لآلاف السنين.
يروح عامل نفسه السيست ده وينزل تحت، والله هدانه كامل كده في التربة لحد ما يلاقي الظروف بقت تمام، يلاقي فيه مغذيات حلوة، يلاقي جو بقى حلو، مفيش هوا، يروح طالع تاني ويطلع أكثر تفاقم. ليه؟ لأن بيبقى عندي الحصوات دي شديدة جدا، وبالتالي إحنا هنقول النصايح بعد كده إن أنا لو عندي مزرعة وبيحصل ليها تكرار المشكلة دي، يبقى يفضل إني أشيل طبقة الطينة اللي في قاع الحوض على الأقل، وخاصة إن اللي بيبقى فيه صرف زراعي أو صرف صحي، مطور صحي مكلف، لازم أنظف. ليه؟ بيبقى فيه مغذيات كتيرة في التربة دي، بيبقى فيه فيروسات، بيبقى فيه بكتيريا، بيبقى فيه ديدان، فيه حاجات كتيرة جدا، فأنا لو شلتها يبقى هفتكر المشكلة دي. وليه عملناها بالفعل؟ عندنا حوض 16 حوض، ستة جرفناهم وستة ما جرفناهمش. الستة اللي اتضربوا في الموسم اللي بعديه كانوا 100 وما حصلوش أي ازدهار طار، الستة اللي ما اتضربوش طبعا كان حاجة صعبة. بيبقى ده كائن تاني طبعا على وش المية كده سودة، عشان أوضحها جبنا الصورة التانية كده في سمكة بيضاء لما بتغرس واضح إن المية من السواد ده طبقة خفيفة جدا. كان ده كان سام اصلا ومن الدم فجلت اللي هي الفريش ماء الحلو مش اللي هي بتبقى في المايه. ده كان هو لو تذكرنا اللي هو الفلاجيل الاصوات بتاعته مش واضحه، كان ده بطبيعته سام، وبالتالي ده كان مفرح. الصوره اللي فوق دي كان مفرح، الفرق ده ان عدم تمام انحرف تماما للاسف. التطهير ده مش مكلف جدا، ده بسيط جدا بكمية بريفات بسيطة بس هضمن ان انا جيالي سريعة سليمة. المفرد ده لما حصلت له مشكلة حب يلحق نفسه ويلم اللي يقدر عليه، ده الزريعة رخيصة، وبالتالي بالصدفة المزارع جاي بيحكي له مشكلة وعين هنا نفس الكائن بقى بسأله، لان ده كان غريب الأول مرة كنت أشوفه من سنين، وكنا متعودين اللي هو الأنابينا والمايكروسيست واللوبلينا وفي اوقات دياتونز. قال ده واحد من مصادر فلان الفلاني، وقلت له عشان كده اتنقل وانا قدام مصر لازم تطهر الزرع. فاوقات ناس كتير بتتحاور وتستهتر بكلام العلم ويقول لك ما احنا ماشيين طول عمرنا كده وبيمشي، ولكن بعد ما يتقرص يعرف ان الكلام كان صح. من اول ما قصينا بقى احنا قلناها في الكلام اللي هو يكون في سكون درجة حرارة، يعني درجة حرارة مناسبة هي من 20 لـ25، في مغذيات زي النيتروجين والفوسفور قلنا خاصة الفوسفور، وبالتالي بالنسبة للمية الكهربائية أنا أسمع أنا أستخدم سلام ما أستخدمش الفوسفور تحت أي ظرف، ممكن أستخدم أسمدة بوتاسية بدل من الفوسفور. إيه الأضرار بقى؟ طب إيه الضرر اللي جاي بقى من عمارة حرب ضرر وانظروني بالشكل ده. ده الشكل ده اللي ايه؟ ده انا بوصل بيه بالنسبة للطحالة. ماشي. نبص ده كده، ده كده، دي طحالة. الطحالة دي يعني انا اول ما شفتها ده كائن بقى مش سيانو بكتيريا، انا جبت كذا صورة مختلفة لكائنات مختلفة. ده كائن من الدياتومز. الدياتومز دي عبارة عن عصاية كده، عصابات. وبالتالي عامل زي ما كانها روس، احنا اول ما شفناها فكرنا في روس ماشي اترمى او كده والسمك، لا اتضح اني طحالب من الدياتومز، وكانت برضه النوع اللي كان موجود ده كان سام. كان سام، وبالتالي راح قضى على المزرعه كلها للاسف في خلال الايام. في سلوكيات طبعا هنقولها بعد كده اللي بتخلي المشكله بدل ما تبقى في حوض بتبقى في المنطقه كلها. طبعا بالنسبه للانسان طبعا اكيد غلط، يعني انا همر بسرعه كده عشان توصل لاي انسان. اي يعني اي سمك متضرر بالطحالب، طب انا لو هي بس مجرد ان هي نقص اكسجين وغطى السمك خلاص، طب افرض بقى ان الطحالب دي كانت بتفرز سموم وراح للبني ادمين كلتها، طبعا بيحصل حالات كتير جدا من
او اعوذ بالله يعني افراد في الكامل من الناس المعاصره فمش امر عليك. وبالتالي المفروض يعني طبعا البني ادم مننا ما بيروح السوق ما بقاش عارف المفروض ده كله على المزايا بيبقى عنده حاجه كده. وطبعا القبطي ما بيعرفش يطلعه بعد ما يموت كده ليه؟ لان السبب على ما بتطلع وكده بتكون اتحللت فمش هيعرف يعرفها. يعني المشكله كلها بتبقى في البول، لان صاحبنا بالله اول ما اعتذر يلحق يجمع يشيل يودع الشخص الثاني عشان يلحق يجيب له قرشين من الخساره والملايين اللي هو ربنا يعوض عليه. فالبوت مش فيه مشكله، المشكله كلها اللي قاعد في البول ونلاقيها لو كان في اللي هي المحار اللي زيت الطايب، يعني اللي بيحب ياكل المحليات ما ياكلهاش عاده في شهر 4 و5 و9 و10 اللي هو ده مثل الريد تايد. برضه كمعلومات عامه في مناقشه كده واحد احد الزملاء كان بيقول لي انا بغلي الميه عشان ايه؟ امنع اي سموم او بكتيريا او طبعا السموم اللي بتتحول دي مبدا بولي. اوقات لما بغلي الميه بتتفصل وترجع للشاب التاني فيطلع منها مركبات اخطر من المركب الاولاني. وبالتالي لا ما بغليش الميه. ودلوقتي طبعا انا مش عندي شركه فلاتر ولا حاجه، افضل والنصيحه اني مفيش بيتي يخلق من فلتر الميه، لان كائن المايكرو سيستم انا قلته في الاول خالص ده موجود في الخزانات. انا ممكن اعزله من اي حته موجود ومنتشر في منظمه عالميه لمحاربه المايكرو سيستم، هو جاي من المايكرو سيستم. وبالتالي افضل حاجه ان انا اشتري فلتر كلنا بنصرف فاحمي نفسي بالموضوع. طبعا بالنسبه للجيل طبعا دي اي مزارع او اي حد بيتعامل في الميه فيها تقاوم ابسط حاجه هيجيله ارتكاليا، وعلى نفسي بجد المواضيع دي وايده بتحمر وبتاكل كده وهي بتدعك في عينه وبتحمر عينه. لا المفروض الواحد لما يتعامل مع الحاجات دي ابسط حاجه يغسل ايده كويس جدا، وبرضه يبقى حريص على العمال اللي بتشتغل معايا من غير كده اقول يا ابني كده اطلع غسل. وفي حاجه كمان المفروض لما الاقي فيه حوض فيه تجمعات زي كده ما اقعدش بقى العامل ينزل حوض ده يطلع يطلع الحوض الثاني ينزل الترعه يروح ينزل المصرف يروح بالسلامه ويرد للدنيا كلها. طبعا لو في عندي مزرعه برضه بعد ما بتاعي برضه بس انا مش عايز اقرب عليه اللي هي حفره كبيره وده انا بنبقى حزين يعني الحاجين يعني نحاول نهتم بنفسينا. طب ازاي المزارع والناس يعني ساعدت في انتشار المشكله دي؟ اهم حاجه عندي يعني لو احنا خدنا مش مكان كتير يعني احنا شفنا كده دي صح؟ ده كده فتحات صرف شكل السمك كده فتح وقرب فتحة رجل ده فتحة صرف ده فتحة رجل يعني عشان نشوف بس كده دي كده ترع دي كده الترع ده الحوض اهو الحوض اهو السمك اهو ده الترع. صاحبنا لو حصلت معاه مشكله ما عرفش يعمل ايه للاسف ابسط حاجه قال لك افتح ميه وصرف يدخل من هنا واخرج من هنا يقوم الميه تتجدد تقوم الدنيا تبقى فل عنده. خرج طبعا الترعه خرج في المصرف بدل ما كان عنده مشكله في طاق حتى انا اول ما رحت ايه المشكله؟ قال لي ده احنا مثلا من اسبوعين كان المشكله في طاق واحد بعد يومين ثلاثه لقيتها في ثلاث اربع اكوار بعد مش عارفه اسبوعين كان في المزرعه كلها المزرعه دي كانت 530 فدان. يبقى هو عدى المزرعه كلها في اقل من 15 يوم. ليه؟ قلت له انت فتحت في الري وفي الصرف. لا انت مش عارف ده هو كان حاسس بيعمل خدعه في الجماعه بتوع مش عايزين نذكرهم عشان ما نوضحش اسم المزرعه. انه عايز يقول اني المشكله مش هو فيه ان المشكله جايه من فوق من الميه اللي داخلاله ان فيها سموم وبالتالي الدليل عنده ان السمك ميت في الترع. السمك اللي في الترع مات. بس طبعا احنا طبعا لو رحنا بقينا بالنا هنلاقي نفس السمكه دي اللي هنا نفس السمكه اللي هنا. دوري كان حجم التسويق وبط حجم التسويق وعادة المشاكل دي بتبقى موجودة في آخر الموسم. طبعا ممكن الأستاذ والدكتور أنا ممكن يقولها ليه؟ لأن السمك في الوقت في آخر الموسم بيبقى الحوض في كتلة بيولوجية كبيرة جدا
اكتر حمل البيولوجي كتر، وبالتالي هو مفيش حاجه بتسقف، المفروض هو حد يخف شويه كل فتره يخف، لا وبالتالي حضرتك مش هو طبعا اللي احنا كنا بنحلوه، فاعترف قال اه فعلا انا فتحت الفيروس صار، وبالتالي نقلت المشكله من حب واحد كان ممكن يعالجه في حدود 2000 جنيه مثلا، نقلها في المزرعه كلها، وفي الحاله دي استحاله يقدر يعالجها، مش تكاليف ماديه لا، بالسرعه هيلحق يعالج ايه ولا ايه اصلا؟ 500 فدان ازاي يعالجه؟ فهي المشكله دي سريعه جدا من الكائنات دي فائقه النمو. السلوكيات برضه من ضمن السلوكيات الخاطئه السبب بالموت، طبعا حبيبنا المزارع عنده عمال وهو مش ملاح كل يوم بيمشي يشيل يرمي على الجسور كده، ما حدش عليه حتى يقول له جدع ملم يمشي فيها او بعميته يعني مؤاخذه وارمي فيها وتعالى في حته كده افحى وادفن وحط عليها جيل حي، او ابسط حاجه زي ما قلت له ما فيش عندك جيل حي جيرك الكولار اللي هو تجاري رخيص او 3 4 جنيه ورش وارجم عشان ما تتنقلش سمك كده معرض ان في طيور تشيلها تنقلها تحطها على طول تاني، او بلاش من عنده تنقلها على توديها مزرعه تانيه بتاعت جاره، وبالتالي ما بنلاقي المشكله دي بنلاقيها بتتنقل في المنطقه كلها، يعني المنطقه دي بعديها بشويه بنلاقيها في المنطقه جنبهم عند جاره عند جاره ليه؟ لانها ده كلها سلوكيات من المزارع، هو الاول بيستسهل وبيتعامل ببساطه ولكن بتؤدي مشكله كبيره جدا. هو بعد كده بيقول اعمل ايه، وبيبقى ممكن في ناس كتير بتقفل نشاطها، ولو مستثمر اجنبي بيهاجر ويطفش ويقول البلد دي كلها ميكروبات وسمكهم بايظ وعيشتهم بايظه ونروح نفشهم، ما يعرفش ان هو اصلا اللي ساب الحمل ورمى الدنيا كلها على العقل البسيط لا يفقه شيء وعمال هو يحط راسه. ده برضه وقت يسيبوا السمك ميت في الحوض بالايام، هو مش من الاخر يشيل، العامل نايم ما فيش عليه اشراف ايا كان يعني مش يعني احنا طبعا المفروض زي ما احنا قلنا احسن حاجه ان احنا لما نيجي ننقل الزريعه لازم نطهرها، وتطهيرها ده حاجه بسيطه جدا مع تركز من الوضع اي حد شغال في السمك بالعيال 10 ملي جرام لتر يعني حوالي 10 جرام لتانك لتر ميه، بيحط السمك لمده 10 دقائق وياخد ينقله بالسلامه. ممكن انا لو مش عايز احطه واجهده احطه في البرميل اللي هينقل فيه او التانك اللي هينقل فيه او الكيس اللي هينقل فيه 2 ملي جرام للتر، يعني حوالي 2 من 10 ل 100 ملي ل 100 لتر ميه، وتدلها معاه لحد ما يوصل المزرعه بتاعته. دي مكلفه ومش مكلفه ولا مجهده ولا مكلفه ولا بتعمل حاجه، ولكن بضمن اني لا الاقي بكتيريا ولا الاقي تحارب ولا الاقي امور عندي الاسمده يعني المتابعين كتير محدش يقول ينكر دي في الميه الحلوه بنلاقي كتير ناس ممارسات خاطئه ان بيجيبوا الاسمده العضويه اللي هي بتاعت المواشي من المزرعه كلها خيرات ويروح حاططها زي الحلف اللي بتقعد على طول حتى ما يهونش عليه، حتى يحطها على الجسر تجف شويه ولا تهدى شويه، بيجيب من المزرعه ويروح دلق لي من العربيه ولا الجرار على طول في الحوض. طبعا دي أسوأ شيء بيعمله المزارع، في حين احنا بنقول له في طريقه بسيطه جدا، ابسط حاجه انت حط الحاجات دي على الجسور لمده اسبوعين تجف، او اعملها شبه كومبوست انت منها قومه تسيبها تكون تسخن تقوم تموت الميكروبات اللي فيها وتجف حواليها وتستخدمها بعد ابسط حاجه، هي ممنوعه طبعا، والمفروض افضل شيء في الظروف اللي احنا فيها ميتنا ليست بالجوده واحنا كلنا عارفين كده، يبقى على الاقل استخدم سمات استخدم كومبوست، وسهل جدا الناس تعمله شويه قش الرز اللي احنا بنرميه ومش عارفين قيمته ده هنحطه مع السبله اللي بنجيبها ونسيبها اسبوعين ولا شهر ونقلبها باي طريقه وبعد كده استخدمها زي ما انا عايز. الا لما يحصل مشكله زي كده يعني نصيحه وكل وجه الله، يعني اللي يحصل عنده مشكله زي كده بلاش يصرف ميه. يعني المشكله دي عاده
ومن خلال ما احنا شفنا من خلال سنين وسنين ولفينا يعني داخل مصر كلها لفينها من اسكندريه كفر الشيخ في سانت كاترين والفيوم. المشكله دي عاده بتظهر في حوض في الاول حوض واحد مش في المزرعه كلها. لما اعالج الحوض بقى 2000 حوالي 3000 4000 ولما ابيع الاف وملايين انا صرفتها او اجي بعد كده اعالج بالاف ومش هينفع لي. في حاجة بسيطة برضو يعني بالنسبة للماء الحلوة اللي هو الجرس اللي هو مبروك الحشيش والسرفة ده وحطينا نسبة بسيطة يعني نت اصبعية للفدان ومثلا على واحد 20-30 اصبعية مبروك حشيش ومية اصبعية او 200 حتى اللي هو المبروك الفضي ده بيقنص. المبروك الفضي بالذات محب للسيانوبكتيريا محب واحنا عاملين رسالة على كده بياكل السيانوبكتيريا وبالتالي بيبقى موجود او بيحصل معادله البنطي نفسه محب للطحالب الخضراء اللي هي بتبقى كويسه والمبروك الحشيش مبروك الفضي محب للسيانوبكتيريا وبالتالي بيحصل اتزان ويحصل اهم حاجه عندي ما يحصلش زياده في الطحالب. يعني ايه اللي يخلي ده التفاقم يحصل كده؟ ان بيبقى فيه طحالب وعماله تزيد مش لاقي حاجه تاكلها مش لاقي حاجه تقللها او تحد منها وبالتالي عماله تزيد لحد ما تبدا تتجمع زي ما قلنا عشان هي عليها طبقه من الخطيه وبالتالي بتلزق مع بعض تبدا ما فيش حاجه حد يقدر ياكلها ولا سمكه ولا زهور مش عارف ايه تبدا تزيد لما تبدا تعمل لي المشكله. يبقى عندي حاجه بسيطه جدا هو المبروك الفضي والمبروك الحشري. في حاجه ثانيه احسن واحسن او كويس كلها وكان خير من العلاج الكويس. احنا قمنا بتجربه طبعا في المعمل اللي هو احنا نزرع الحوض في فترة الشتاء، يعني الحوض أنا لو ما عنديش سمك في الشتاء مش مبيته أو كده، لما أنا أزرع الحوض خاصة لو الحوض دي أو المنطقة دي سطحة للاستزراع الأعمى، طبعًا دي تجربة ناجحة بتجيب لي دخل زيادة في نفس الوقت الطينة أو الروب أو السيدمنت أو اللي هو بيبقى في الحوض في قاع الحوض ده بيبقى الأكل ده بيخلصها منه تجين والفسفور الموجود. الحويصلات ان كانت موجوده طحالب كانت قبل كده مثل ازدهار الطحالب وعملت حويصلات لو في بكتيريا ده كله الارض بتجف وبتنشف وتبقى كانها طهرتها باحسن حاجه وفي نفس الوقت بيجي لي حد الاركه مش هينفع ده كده في حاجة تانية بقى إن أنا أعمل بلاد قش. بلاد قش. خلاص؟ بلاد قش يعني قش الرز ده اللي إحنا بنسطر بيه وبنحرقه ومنين إحنا في الشرقية أنا باكل شهر 10 بحلف كل سنة لازم أطفش وأسيب المحافظة دي. يحصل لنا البيت كله اختناقات حتى عند المحافظة نفسية بيبقى الدخانة يعني مهما الناس بيحاربوا بعض الناس في السكرت كده يقعدوا يحرقوا ويقرفوا الناس في حين ان لو عرفوا ان القش ده مخزون يعني دي حاجه استراتيجيه فظيعه. يعني ابسط حاجه ان انا لو حطيت بلاد القش ده بتمنع من المشكله. طب عندي من 100 150 200 كيلو للفدان اعملها في صوره بلاد واوزعها في حين ان انا ممكن احطها في مدخل الريس مدخل الميه نضيفه ممكن الصرف عشان برضه الميه اللي طالعه لو انا بصرف تبقى تنضفها. البلد دي او القش ده بياخد حوالي من 6-8 اسابيع على ما يبدا يتحل يعني حوالي شهرين وبالتالي انا مثلا لو انا عندي سمك لقيته وهيجي عندي في شهر 4-5 دايما المشكله دي بتبقى في شهر 4-5 زي ما بقول و9 و10 اللي هو درجه اللي هو الربيع والخريف درجه الحراره هاديه والجو ساكن جميل. وبالتالي يبقى المفروض انا لو عندي المشكله دي انا عندي سمك احط البلاد دي من شهر 2 وفي دلوقتي نظريه ان اصلا البلاد دي بنستخدمها في التشكيل ازاي؟ عملنا قفص جناب قفص كده ورحنا عليها عملنا البلاد دي زي صوره نوبيات كده ولفيناها على القفص وحطيناها طبعا هي بتبقى عايمه ممكن بتعمل بننزلها بتبقى كانها عشه للسمك بتتعمل فيه في حين ان القش ده لما بيتحلل بيدي طاقه فبيدفي كان السمكه بتدلك فيها في فتره الشتاء. على ما يجي بقى فتره الموسم الربيع بيبدا يكون هو اتحلل وبالتالي هيمنعني القش ده لما بيتحلل بيطلع لي حمض بيسموه
على السلام وبعتني، وبيزود لي الزور ده. يبقى عندي مصلحتين، ان الكائنات الضاره دي مش هلاقيها، والحاجه الثانيه ان الزور عندي هيزدهر، الزور بيزيد، وبالتالي السمك هياكل بروتين كويس جدا من غير ما احط له عدد اقل من زياده العدد. طب انا احطه امتى؟ طب لو مش في شهر 9 و10 احطه مثلا في شهر 6، على ما يجي شهر 9 يكون القش بدا يتحلل ويتحلل، يمنع لي المشكله دي. دي في رسائل عملناها وابحاث وشغل اتعمل، واحنا عالجنا بحيره زي بحيره وادي الريان في الفيوم، كان مشهور وكان يعني للاسف كان حاجه في منتهى السوق. عملنا البنات دي حوالين كان الفص، حوالين الفص وربطناها بحبال ونزلناها بتعب، وفعلا قلل المشكله كثيره جدا. التحكم بقى في الحاله هي دي، يعني انا عندي ممكن اتحكم في الطحالب دي بطرق عديده، ممكن كانت طريقه ميكانيكيه، يعني ممكن لو الطحالب قرطيه اوقات بيحصل لي ازدهار الطحالب القرطيه، في تطرب شائع جدا مثلا زي ال في حاجه اسمها هيدروديكتون، حاجه اسمها شبكات، في تطرب السبايو جيره، في دي ممكن الواحد بشبك او حاجه زي كده او فص بلاستيك يجي معاه. طيب ممكن المقاومه البيولوجيه احنا قلناها اللي هو موجود في الحشيش وموجود في الفضه. ممكن بقى التحكم الكيميائي انصحكم ان لازم يكون متخصص. ليه؟ لان دي ده اللعب بقى، ده المشكله. ليه؟ لان ممكن الجرعه تكون زياده وبالتالي تاذيها على السمك نفسه، ممكن الجرعه تكون قليله فيبقى تكاليف برميها وما تعملش مشكله. اشهر حاجه اللي احنا يعني استخدمناها في طبق صافيت، وده حذر جدا اللي بيستخدم في ايام المبيت، بيبقى حذر جدا وخاصه لما يبقى في سمك او زريعه. في البرمجانات، في حاجه اسمها التانيك اسيد ده سيف شويه، وفي حاجه اسمها الشبك، في حاجات كتير جدا. بس طبعا الجرعه اللي انا بستخدمها لو انا هستخدمها كامله لازم تكون في مزيد تهويه. ليه؟ لان الماده الكيميائيه دي اللي انا بستخدمها بتموت على كل الطحالب. طب انا لو موتيته كنت عملت كده ما هيبقاش فيه اكسجين، ما الطحالب دي مصدر اكسجين في الايه؟ في الميه. وبالتالي هتموت في السمك نتيجه نقص الاكسجين. لا، بل هستخدم جرعه كامله، لازم يكون في وسيله تهويه. دي حاجات برضه ناس كتير قوي فيها اخطاء. لما استخدم جرعه على ثلاث جرعات كل اسبوع بدي تلت، وبالتالي بتقضي كتير جدا على كميه الطحالب على الجرعه الثانيه كده، بتبقى ان شاء الله الامور سليمه. اتفضل. خلاص خلاص في حاجة برضه غريبة أسألك ومش مهم نكمل. لو أنا حصل عندي المشكلة دي في الموسم ده، المفروض في الموسم الجديد لازم أطهر المجموعة، أطهرها، أكففها، أحرقها. في حاجة لازم نستخدمها باستخداماتها على مدار سنين اللي هو الكلور. الكلور أستخدمه، الحوض أنا ما بستخدمش الكلور، المستوى المية كله بنزل مستعمل المية 20 مللي، وبستخدم اللي هو 10 بي بي ام، يعني حوالي 10 كيلو للفدان في المستوى اللي هو 20 مللي في الحوض، واسيبه لمده اسبوع. بعد كده بكمل عمود الميه انزل السمك، مش هكمل. شكرا دكتور، نشكرك.